أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال مسؤول في حركة حماس بقطاع غزة كان يشتغل عاملا في مؤسسة مساعدات إنسانية نهارا وإرهابيا في الليل، وفق ما جاء في بيان. أكد الجيش الإسرائيلي أن المدعو حسام منصور كان أيضا قائد فصيلة في قوى الأمن الداخلية التابعة للحركة، ومبرزا أنه كان يحول الأموال لتنظيمات الإرهابية تحت غطاء الأعمال الإنسانية.